بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في لقائنا هذا من برنامجكم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أيها السادة المشاهدون، القرآن الكريم حوى في طياته معاني يدركها العلماء في كل زمان وفي كل مكان، وهنا في هذه الحلقة لنا وقفة مع اللبن بين القرآن الكريم والعلم الحديث. اللبن ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليكون ذكره في القرآن الكريم دلالة على إعجاز هذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وإن لكم، يخاطب بهذا النداء، يخاطب بهذا الكلام كل الناس، وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما هي العبرة ربنا في هذه الأنعام؟ نسقيكم مما في بطونه. ماذا تسقينا ربنا؟ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث روث، من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه الآية ومثيلاتها جاءت في سياق تذكير الله عز وجل الناس جميعا بنعمه على الناس جميعا. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لآية، وإن لكم في الأنعام لدلالة على قدرة الله عز وجل، لدلالة على إعجاز كلام الله عز وجل، أن القرآن الكريم هو الذي ضمن وتضمن هذه المعاني. وإن لكم في الأنعام لعبرة، ليتنا ندرك هذه العبرة، ليتنا حين نشرب اللبن ندرك قدرة الله عز وجل وإنعام الله عز وجل في سقايتنا هذا الماء. كيف سقانا الله سبحانه وتعالى هذا الماء؟ إن في هذا تذكير لنا معشر المسلمين وتذكير لغيرنا، لتكون هذه المعجزة أو لتكون هذه الآية دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى. من الذي يسقيكم الماء؟ ومن الذي يخرج هذا الماء كما سنبين الآن؟ وكيف يخرج هذا الماء؟ إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى صاحب النعمة الأولى، وأن الله سبحانه وتعالى صاحب الإفضال على خلقه جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى الأجدر أن يعبد، والأجدر أن يطاع، والأجدر أن يلجأ إليه. وفي ذلك كذلك ما يدل على أن هذا القرآن معجز. كيف هذا؟ يأتي هذا في أن هذه الآية ذكرت معنى أدركه العلماء بعد ذلك، وفي هذا كذلك ما يدلل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول يوحى إليه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم عالما حتى يدرك هذه المعاني، ولم يكن القوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء في الطب وفي غيره حتى يدركوا هذه المعاني. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. نأتي في رحاب هذه الآية: وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يقول علماء الحيوان: الماشية أو الأنعام خصوصا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، حين تأكل الطعام يتحول هذا الطعام إلى صنفين، إلى شيئين: الأول الدم، والثاني هو الروث.
الذي يستخدمه الفلاح في كسماد لزراعة أرض. يتحول الطعام إلى هذين الشيئين، الدم أو الروث، ثم إذا بك ترى أن هذا الدم يسير في جميع الأوردة والشرايين والشعيرات الدموية ويغذي كل غدد هذا الحيوان، حتى أنه يغذي تحديدا أو خصوصا الغدة اللبنية. يعني حين يصل إلى الدم إلى هذه الغدد، هذه الغدد بقدرة الله عز وجل تحول هذا الدم الآتي إليها إلى لبنا، وليس لبنا وفقط، ليس لبنا ممشوجا بالحمرة مثلا من تأثير الدم، ولا ممشوجا بالخضرة مثلا من تأثير هذا الروس أو هذا الطعام الذي دخل. لا، يتحول هذا الدم بقدرة وإرادة الله سبحانه وتعالى إلى لبن خالصا في بياضه، خالصا في نقائه، خالصا في وإن كان العلماء، وإن كان بعض المحدثين من العلماء يرون أن في اللبن بعد أن ينزل بعض المكربات إلى آخره، إلا أنك تجد هذا اللبن خالصا في لونه، سائغا للشاربين، يستطيع الإنسان أن يشربه مباشرة بعد أن يأخذه من هذا الحيوان. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وفي آية أخرى في سورة المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم، كمان نفس التعبير، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها. تخيل سيدي أيها الأخ المشاهد، تخيل أن هذا الطعام الذي دخل بقدرة الله يتحول إلى دم، وبقدرة الله يتحول الدم في الغدد اللبنية إلى لبن، وبقدرة الله ينزل إليك هذا اللبن عن طريق الضرع، ينزل إليك هذا اللبن خالصا سائغا للشاربين، وأنت في نهاية المطاف تشرب اللبن. ومنا من لا يدرك نعمة الله عز وجل في هذا اللبن، ومنا بل وأكثرنا من يقصر في شكر الله عز وجل على نعمته في اللبن. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. أيها الأحبة المشاهدون، نرى من آيات إعجاز الله عز وجل في القرآن الكريم كذلك في اللبن أن العلماء يثبتون أن هذا اللبن الذي خرج بهذه المعجزة التي رأيناها والتي نعلمها يحتوي على البروتينيات ويحتوي على الفيتامينيات الكفيلة بصحة هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي أكرمه الله عز وجل بنعمته. يقول الأطباء: اللبن يوصف بأنه أقرب الأغذية إلى الكمال. يعني اللبن لوحده يوصف بأنه أقرب الأغذية عموما إلى الكمال، يعني الواحد يكفيه أن يشرب في يومه لبنا وفقط، لا يأكل شيئا آخر، إنما يشرب اللبن وفقط. يقولون: اللبن يوصف بأنه أقرب الأغذية إلى الكمال، ذلك لأن جميع المواد الغذائية موجودة فيه، موجودة به. بل يقولون اللبن أحسن مصدر لبعض المواد الغذائية مثل البروتين والكالسيوم وفيتامين ألف والفوسفور والثيامين إلى آخره. ولو أهمل استخدام الإنسان أو لو ترك الإنسان هذا اللبن لافتقد الجسم إلى هذه العناصر الغذائية. يزيد على ذلك أن الإنسان إذا شرب هذا اللبن
استقامت عظامه. عشان كده يقولوا ان الاطفال لابد لهم في بداية حياتهم في الطفولة، يعني لابد لهم من الرضاعة، يعني بغير الرضاعة لا تستقيم، لا ينمو جسدهم النمو الطبيعي. فهذه نعمة الله سبحانه وتعالى. يقولون يستخدم اللبن في علاج قرحة المعدة، لمقاومة المعدة الحموضة. وحين نقف أيضا كذلك على قيمة اللبن في الدنيا، نجد أنه عنصرا أساسيا في تغذية الجسد. ونرى كذلك من عظيم نعم الله عز وجل أنه وعدنا كما أكرمنا بهذه النعمة في الدنيا، وهذه النعمة فيها ما فيها كما يقول الأطباء تصديقا لكلام الله عز وجل، فيها ما فيها من العناصر الغذائية المهمة. نرى أن الله سبحانه وتعالى فوق أنه مكننا وسخر لنا هذه النعمة في الدنيا، نرى أنه سبحانه وتعالى وعدنا بمثلها في الآخرة. فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. إنكم يا أهل الدنيا أيها الناس، لبنكم إذا ظل عندكم يوما أو يومين أو أكثر يفسد طعمه وتفسد رائحته، إلا أنكم يوم القيامة. وهذا كذلك يدلل على أنه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، يدلل على أنه نعمة من عند الله عز وجل. بل إن الله عز وجل وعدنا معشر المسلمين في جنته بلبن لم يتغير طعمه. فتلكم نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم في اللبن التي ذكركم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال: وإن لكم في الأنعام لعبرة أفلا تشكرون أيها الناس. نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم في اللبن، أفلا تشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى وتتفكروا في كيفية خلق وإخراج هذا اللبن. أفلا تتفكرون، والله لو أن كل مسلم فكر في قدرة الله في خلق هذا اللبن تحديدا، وفي إخراجه إلينا، في جعله خالصا سائغا للشاربين نحن، لذل خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. لكننا نشرب وقل من يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لكننا نشرب وقل من يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في اللبن، لكننا نشرب ونتبطر على نعم الله سبحانه وتعالى قاطبة وتحديدا اللبن. بل إنك ربما تجد الطفل الذي تعود على شرب اللبن مثلا، أو الكبير إذا شرب اللبن مرة تلو المرة تلو المرة، يقول: لا والله أنا مش عايز لبن، كفاية لبن كده، مش عايز لبن تاني. ليه؟ لأنه لو أدرك قيمة هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه لسجد لله سبحانه وتعالى شكرا كلما شرب اللبن. فهذه تذكرة لي ولكم أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، لنكون لله شاكرين على نعمته في اللبن، ولنكون لله سبحانه وتعالى عارفين بإعجاز آياته وكلماته في القرآن الكريم، لننال بذلك تشريف ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وسعادة ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين على نعمته، المقرين بها، المتذللين لله سبحانه وتعالى عرفانا بنعمته علينا. اللهم احفظ مصرنا أمنا أمانا خصبا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يسر الله سبحانه وتعالى لنا وإياكم، ووفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم، وأشكركم على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لم تكن.